كل واحد هيقف قدامك وينزل من فوق الاصفر والبامبا. تلفزيون ما جاب من بقلص كذا محطة بتاع جراكتا زادي لو مضايقينك عامل ايه؟ بس انا اقصر راحة اصلا انا جاي ساعات تساعد لازم مش بقولك اللي انت قوتك بقى بس بعد كده بره ورا تتشرف محافظة بورسعيد باستضافة الجولة الثانية من مسابقة أقوى رجل في مصر بتنظيم شركة بتروسبورت بالتعاون مع المجلس القومي للرياضة. ويشرفنا بالحضور سيادة اللواء محمد إسماعيل عوض سكرتير عام المحافظة نيابة عن السيد اللواء مصطفى كامل محمد يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد. وتفضل الآن المهندس تفرحوا بهذا الحدث إن شاء الله ويكون أقوى رجل في شرق في محافظة بورسعيد أو شرق الدلتا يكون من بورسعيد. إن هذا الحدث اللي هو أقوى رجل في مصر بينقسم إلى أربع قطاعات، القطاع للصعيد اللي هو اتعمل الأسبوع اللي فات في الأقصر وقطاع شرق الدلتا والقناة اللي اتعمل Oh!
عوض بورسعيد، محمود عوض بورسعيد. محمد علي طنطاوي بورسعيد. الأستاذ حسن خير، شركة بتروسبورت، الراعي الرسمي للمهرجان. خالص غير ما تبقى جاهز وتقول له ان انت جاهز. ثانيه واحده، السيد حسن ما تجهز. السيد حسن جاهز، قول لي سبعة وتسعين.
عايزين كل واحد يعرف مدى قدرته. بس يعني كويسه في حماس في شديه، يعني في مجهود الناس بتطلع، وكل واحد بيعمل اللي عليه والبعض الله. لا دي صعبه بقى، ما انتش قادر انك تملك الكوتش عشان تيجي ترفع برجليك، رجليك مزنوقه في قلب الكوتش من جوه، ما صعبه، وعليها حمل بقى الظهر والكلام ده، فمحدش يقدر انه يعمل. نتمنى بس احنا نعمل اللي علينا، وكل واحد قدراته غير التاني، محدش عارف بقى، كل واحد حسب قدراته، وربنا يوفق الجميع. في فرق بين المسابقات اللي كانت في مصر والمسابقات اللي كنت معاك؟
لا طبعا مسابقات العالم في بطوله العالم بتبقى لها تجهيزات اكبر وتعدادات اكبر، يعني بالنسبه لدي لانها اول مره تعتبر ممتازه، يعني اول مره تعمل في مصر المسابقه دي تعتبر ان هي ممتازه. بس بالنسبه للبطولات بتاعه العالم طبعا واخدين عليها وعملوها كذا مره، ففي تنظيمات اعلى من كده، بس الحمد لله احنا كده كويسين. يعني نفسي ان احنا نكسب باذن الله عشان الكابتن بتاعنا كابتن كمان. ربنا يسهل ونجيب الاول، اي واحد بيحلم بالاول باذن الله. يعني انا عملت في الاوتوبيس رقم كويس يعني الحمد لله، في الاطار اللي هو يعتبر اتقل لعبه نقلتها نقله، لان الواحد مش مستعد يعني لسه عارفين البطوله دي من امتى، يعني اول امبارح قبل البطوله مثلا بيوم او بيومين، وغير كده الواحد بيلعب اصلا حديد يعني تمام. لو كان يعرف مثلا شروط المسابقه، احنا لما جينا هنا عرفنا شروط المسابقه، وده اول مره تتعمل في مصر يعني، وحاجه كويسه يعني انها تتعمل زي كده. بعد كده الواحد يبتدي كل سنه بتتعمل على التوالي، وباذن الله ربنا يسهل بقى الواحد يحقق بعد كده انجازات كويسه فيها. وفي نفس اللعبه برضو هي بتساعدنا في لعبتنا برضو اللي هي الحديد نفسها. ده اكيد يعني دي بطوله العالم دي مستمره على طول، انما في مصر اول مره تتعمل، وفي تدريب هناك طبعا في مصر في بره، وفي امكانيات احسن من مصر يعني، وهي دي اول مره تتعمل في مصر. باذن الله يحصل برضو في ناس كويسه وفي اجسام كويسه وتحقق نجاز اكتر من كده وتطلع عالم وتشارك، وباذن الله تبقى في مصر لها اسم برضو فيها زي ما لها في الالعاب التانية، يبقى باذن الله ليها برضو في اللعبه دي باذن الله. الجماهير يا جماعه
جماهير يا جماعه، ده هم 5 متر يا جماعه، جماهير يا جماعه. يلا ابو عبد، يلا ابو عبد. يلا يا جماعه اهو، يلا يا جماعه، الجماهير الجماهير مع الحته دي يا جماعه. بيشيل 125 كيلو. يلا ابو حميد، عاش ابو حميد، عاش حميد. يلا الجماهير يا جماعه، تسيف يا جماعه عشان تتدفوا يا جماعه، التسيف يا جماعه عشان تتدفوا يا جماعه. بصوا على اللعبة، بصوا على اللعبة. تشجيع الجماهير يا جماعة، هيرفع عبد اللطيف اهو. شكرا يا عبد. يلا ابو حميد، يلا ابو حميد، هي دي يا ابو حميد. يلا يا جماعة الجماهير. كابتن معتز هيبدأ بال 75 كيلو. كابتن معتز هيبدأ بال 75 كيلو.